بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض محشي منبار. هنحشي المنبار سوا يا حبايبي إن شاء الله. النهاردة هنعرف كل أسراره وتكاته وحركاته في الفيديو سوا يا حبايبي، كده نخش نشوف احنا هنعمله ازاي مع بعض وتشرفوني. يلا بينا، يلا يا حبايبي. هنعمل يا حبايبي النهاردة شوية منبار ويا بعض كده. خدت عليهم اهو بصل استوى تلاته، احط لها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت توابلها برضه. حبيبي انا غسله المنبر اهوت، ونعف ملح وليمون وخل اهو عشان برضو ايه هنعبي سوا. بس ما التسبيكه هتجهز كده واحنا مع بعض يا حبايبي. كده حبيبي هقلب معاك الرز اهو عشان برضو ايه ده قلت المنبر اللي هنعمله سوا. كده يا حبايبي كده بنقلبه على الايه التسبيكه بتاعته. الحمد لله يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله على لونه جميل ونفسه عسل. عود النعناع اللي بتتحط له يابس ده، ورقتين ثلاثة أربعة كده نعناع، على التوابل بتاعته، على الخلطة بتاع المحشي كده تبقى لذيذة. خلاص سبايسي خفيف كده، يعني اللي ياكل كده ايه يقول الله. اهي يا حبيبي ويا بعض اهي. ايوه لونها جميل، يعني لو التليفون مطلعها هاديه شويه، لكن هي لونها ما شاء الله بصراحه كده تبقى غامقه قوي. جاهز على خليك انت يا رب التانية. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله، بيتعبى بمنتهى السهولة. لو في قمع بيتعبى بقمع، في ناس بتعبيه بالقمع، وفي ناس بقيتها هي ولا بياخدوا الهوا ان شاء الله، مش هياخدوا حاجة مع بعض. اهي يا حبيبي اهي تبقى كده اهي. عشان ايه
صبعك ده ماسك وده ماسك، والكبير ده شغال اهو بيعبي. القهوة عشان ما يتفرتكش مني، كان متقطع في الشرب. خالص يعني ايه، يعتبر الرز اللي فيه خفيف عشان ما تجيش تلاقيهم كلهم متفتحين منك في الشرب. ده بس مش مقلوب، اعدله كده عشان يبقى معايا برضو على طول. هي في سهل ليه، كنت ناسي قلبه يعني، لكن هما كلهم ما شاء الله جاهزين على القهوه. صابعك ماسك ده ماسك ده ماسك وده اهو، شوفي دول اهو وده اهو، كبير هو اللي شغال كده. الجنبة التانية برضو اهو يا حبايبي كده. شوية عشان يبقى مظبوط. يا حبيبي دي بدلها كده، لو انت عايزة تبرميه عايزة تقصي وتقصي، يعني هو مبقاش كبير كده، انا بقرطه من هنا كده، وخلي ده واحد وده واحد. اهو يا حبايبي اهو اهو، يا دوبك ترش ايدي اهو. ده يبقى مسطرة اهي، تيجي بقى يستوي تلاقيه بسم الله ما شاء الله لا انفتح ولا جرى حاجة. كمان ده بقى وهقعد ايه اكملهم انا واوريكم بعد ما اخلصهم، وانا بسقطهم بقى في الشوربة بتاعتهم واوريكم المية اللي انا حطاها وحاطة فيها التوابل ايه.
يا حبيبي اهو. انت بتيجي بقى تسقطيه وبتنضفيه من الرز كده وبيبقى كده اهو اهو يا حبيبي اهو. ماشي اهو يا حبيبي كده يا حبيبي. الميه غليت هات وحط لها بصل ورق لورا طماطم وحط لها زعتر وحط لها حبتين مستكه وبشر لها جوز الطيب. بتتبلي الشوربه حلو تقوم تطلع الحاجه معاكي ايه نفسها حلو اهي بسيطه اهي. قلب اهي كده يا حبايبي بنسقطها برضو بتبقى مهويه يعني ما اوعي تحطيها مسحومه منك الحاجه مليانه جامد. لا انت لقيتي الحاجه في حاجه ملانه وانت بتعبي كده غصب عنك بتخفيها شويه في الوعي اللي انت بتعملي فيه تبقى في الطريقه دي كده اهي عشان ما تديش طلعهم تلاقيهم كلهم متفرتكين منك في الشوربه وما فيش حاجه متلاقيش بقى ايه المحشي اللي انت مستنياه ولا الممبار اللي انت مستنياه. فواحده واحده كده بننزلها مهويه يا حبايبي اهي. انا بقى تلاقي بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عليها هنزل عليها بالملح بتاعها هي واخده كده كل توابلها ما ناقصش غير الملح بس هنزل عليها بيه عشان تبقى مظبوطه معاها.
حاجه هتستوي بقى، وهبقى معاكم برده واحده واحده وان شاء الله مع بعض خطوه بخطوه كده. حبايبي بسم الله ما شاء الله، المنطار طب اهو اهو هطلعه وياكم كده، وياكم واحده واحده كده، وهفرجه لكم برده ماشي. طلعوا سوا بس الاول كده يا حبيبي. واحدة واحدة هطرقشنا ليه بقى اهو يا حبيبي ما شاء الله عليهم، الف هنا يا رب. هطلعهم بقى كده وانا بحمر هوريهم لكم ماشي يا حبيبي، عشان برضو الفيديو ما يطولش قوي كده يا حبيبي. هنحمرهم سوا اهو، نحمر على قد ايه الاكل، والباقي بحطه في التلاجة كده ايه في الفريزر، بطلع براحتي منه وقت ما عاوز، يبقى مستوي وجاهز بتطلعيه، عارفه انك انت عايزه النهارده بتطلعيه وتحمري وتاكلي. الف صحه. كده واحدة واحدة كده بتحمريهم لونه ذهبي كده ويبقى جميل كده، وتطلعيهم بألف هنا وصحة بقى في أكلك. ألف صحة. هكملهم برضو تحمير لما أجي أطلعهم أوريهم كده حبايبي. هذا اللون اللي احنا عايزينه اهو. ديت لنهايه الفيديو، يا رب اكون فدتكم بحاجه واستفدتوا من الفيديو ده. هنكسر واحده مع بعض اهو برده عشان نشوفها سوا ماشي. نكسر دي اهي اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهي يا حبايبي اهي بسم الله ما شاء الله على رزه اهي، الله اكبر عليه اهو مستوي وجميل اهي ما شاء الله عليه.